خوتي مغاربة، السلام عليكم. اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، كانت واجد في واحد المنطقة زوينة في أكادير، بانانا بيتش في تبرخت. شوفوا هذه الربعة ديال العشية، شحال ديال لي سورفور كاينين، مغاربة وأجانب، تبارك الله منطقة زوينة بزاف. هاري سورفور هاو شاد الموجة، هنا بزاف لي ديبيتون كاينين هنايا. شوفو شحال، وماشي غير هاد المنطقة، أنزا عامرة ولكن أنزا ملوتة، هذيك الفضيحة ديال اللوزينات اللي كيلوحو في البحر. والأسبوع الجاي قال لك كاينة واحد كومبيتيسيون ديال السيرف، مصيبة. شحال ديال لي سيرفور، المنظر زوين بزاف. هذا دابا واش الجماعة ديال الأورير دايرة اللازم، النظافة ديال هاد الشاطئ وهاد الشيء، هادي وحدة. والثانية واش المواطنين، مواطنين ديال واش مواطنين، مواطنين ديال بصح. ها واحد شدو واحد الموجة زوينة، شوفوا معايا دابا واحد، يلا كان منظر زوين اللي وريتكم. ايوا شوفوا دابا، شوف بلاستيك، قراعي الشراب، شي واحد لحم خدا، شو الجاش، نص بلانشا، شو القراعي ديال البيرة فين مهرسين، هانتو القراعي ديال الشراب، الجاج على طول هاد المنطقة هادي. شوف البيرة حشومة حشومة حشومة، باش تمنع السكيرية ما غاديش تمنع، ولكن جماعة على الاقل تجمع هادشي كامل، دير عمال يجيو يجمعوا هاد البلاصه. شوما يكونوا عندنا دي سيرفور، عندنا مدارس ديال السيرف كيتقاتلوا باش يجيبوا لي سيرفور من العالم كله، يجيو سيرفيو في اكادير العمله الصعبه. كنروجوا للمدينه ولقاو الخناشي، شوف واحد الخنشه كداش راه هي، ها هي لا بلاج والرمله بمسخه، انواع ديال الازبال، الجماعه ما كتنظفش، ونديروا بركاسات هنايا على الاقل. هاد السكيريه اللي كيجيو هنا يشربوا جنب البحر، خصوصا في غروب الشمس وفي الليل، يلقاو بركاسه الى هداهم الله يلوحوا، وتكون واحد اللافته ولا واحد البانو، عافاكم خليو الشاطئ نقي، عافاكم راه كلشي غادي يلتزم، وما تبقاش هاد الشوهه هادي. شوف شوف شو على حاله، هذا شاطئ بانانا بيتش المعروف عالميا ديال السيرف، معروف عالميا. شو كيدير، شو شحال ديال البيرة، وهادشي كينزل الماء لان الناس غا كيطوعوا. الله يلا حشومة، هذا معلم تبارك الله عليه. انا دابا زدت لهنايا، شوف انا على طول هاد الشاطئ، شوفوا الجاج، غير المجتمع المدني، الجماعه ديال الاورير توفر الاليات والناس وهاد لي سيرف كومب والناس، كلشي يتجمع نص نهار تولي هاد الدنيا كتشعل، ويداروا واحد جوج بركاسات ولا ثلاثه، عافاكم اللي يشرب يلوح هنايا، ونجيو نجمعوا داكشي بشكل يومي وواحد الحملات تحسيسيه ما فيها باس. نمشيو عند الناس الله يرضي عليكم، ما تشربوش وما ديروش، وما فيها باس حتى الجدرميه يكون عندهم هذاك باش كي يعبروا النسبه ديال الكول اللي كاين في الدم، الكول تيست، يتسناوهم في الخرجه. كتسوق سكران حيد ليه البيرمي وحيد ليه الطوموبيل الفوريان وصيفطو على رجلو. حشومه هادشي والله الا حشومه. وغنزيد مازال، انا مازال كنتسالى القراعي شو شحال، بيرة بلاستيك كلينكس زبالة زبالة،
نشوفوا هذه الموجة واش غياخدها شي واحد خداها. ونكمل الازبال والازبال ودائما الازبال، وما كاين غير الازبال والقراعي اللي بغيتو اللي بغيتو. كلينكس تا هو اما ريحه البول ما نقولش لكم. وهنا شي سكيري اللي مأدب حط القراعي وخلاهم، والهيك تا هو تبارك الله عليه بعد ما طوعهمش في الماء. منظر عجيب، ملي كنقول منظر عجيب مؤسف. البراع الثاني دابا طيح غير الشا وهادشي كامل غتنزلوا تنزلوا الماء. هادشي الاجانب كيشوفوه، كلشي كيشوف حنايا. ونحيدو من الخنق، راه عرفتو ريحه البول كتخنق هنايا، وروائح اخرى ما كاينلاش نقول لكم ديالاش. ونبقاو مع هذا المنظر الجميل ديال لي سيرفر، وراه جميع لي سبوت العالميين ديال السيرف عندنا. غتلقاو بحال هكا الزبل، غتلقاو التكرفيس. اشنو الفرق بيننا وبين الدول الاجنبيه؟ اولا المواطنه، ناس نقيين، مواطنين نقيين ماشي بوزبال. وثانيا الجماعات كيديروا خدمتهم، جماعه اورير ما عرفتش نقول لكم. ها انتم شوفوا على منظر شحال زوين. نحضر الكاميرا هالزبل هالقراعي ها اللي بغيتو. هاد البلاصه شو كيديروا هنا؟ اللي بغى يجلس هنا واحد الحاجه زوينه ورائعه. الناس كيمكن لهم يجيو هنا يجلسوا يشوفوا البحر. دابا هاد الدوله كتقاد، هاد الدوله كدير شوف شحال زوينه هاد التاسعه، داروها اكثر من رائعه. وهنا اللي بغى يدير لا مارش. بلاستيك رولوات ديال البلاستيك اللي كلا اللي شرب كيلوح ما عادي. بلاستيك فين بان لكم الخلل في هذا الشيء اللي صورت لكم؟ كل شيء زوين، الله عطانا واحد الطبيعه في مدينه اكادير رائعه، وحنا مكرفسين بيننا وبين المواطنه والحفاظ على البيئه غير الخير والاحسان. عطانا الله واحد الجو اكادير واعر بزاف، واحد شواطئ رائعة، وما كانت الله حشومة، الله يجعل حشومة. وباش نرجع لهذا الشيء اللي صوبوه اللي كدير الدولة، مثلا هذا البلاستيك اللي دارت هنايا ها هو مقطع كامل، كيعطيو غير الطاشرون هاك صوب. أولا هذوك العمال اللي تما ما عندهمش حتى حاجة ديال السلامة ديالهم، لا ليكات لا نضادر لا حتى حاجه، حتى حاجه ما كاينش. البلاستيك ها هو كيقطعوه هنايا باش يجبدوا داك العود ولا شوج دارو. هذاك البلاستيك ها هو مزلع وراه هو في كاع القنات، وهادشي غيمشي للبحر. هادو غير امثله بسيطه عطيتكم طريقه الاشغال، وديما كنتكلم عليها. الله يهدي ما خلق وصافي. هذه الطريق كينزلوا منها لي سيرفور كلها زبل. هانتوما كنعطيو واحد المنظر على بلادنا بابي الومنيوم حتى هو رايبي جميله. المهم فين ما درتو في شي قلت غتلقاو الزبل، فين ما درتو شوما شوما شوما. جبل ديال الزبل
عرفتوا البلاصه اللي واقف فيها الريحه ما نقولش لكم. ها الطريق اللي قلت لكم وهادو كيديو حدايا كانوا دايزين المانيين. اول حاجه قال لي ماشي بالالماني ولكن ديك قال بحال الايف ولا هذا على الريحه. اي والله يصاوب. وهذا نداء الى المسؤولين الى المنتخبون الى المواطنين، عافاك حافظوا على الشواطئ ديالنا، حافظوا على هذه البلاد. راه ما يمكنش نمشيو بحال هكا ومن بعد ندون غوتو بلادنا منسخه وحنا اكبر منسخين. شوما الله يحفظنا ويحفظكم والله يسهل عليكم ويسهل على بلادنا حتى هي. بغينا نشوفوها من اجمل بلدان العالم عافاك.